وكان معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أكد أن عدد المصوتين في الدور الثاني من الانتخابات النيابية والبلدية هو الأكبر في تاريخ مملكة البحرين في أي تصويت في جولة ثانية. هذا الدور الثاني تحديدا شهد أكبر عدد مصوتين في تاريخ المملكة في الدور الثاني. العدد الذي شارك في الدور الثاني اليوم هو أكبر عدد شارك في تاريخ المملكة. حقيقة هذا الإقبال وهذه المنافسة القوية التي حدثت والتي استمرت يمكن في النيابي في 31 دائرة تقريبا اليوم كانت تعمل، يجعلني أستحضر كقراءة سريعة للانتخابات في هذه المرحلة يمكن خطاب السامي لجلالة الملك للدعوة للانتخابات عندما أكد على أن مملكة البحرين تشهد انطلاقة جديدة في مسيرة التطور الديمقراطي. شنو معناتها؟ لو نقرأ الانتخابات واللي صار فيها بنجد أن حقيقة هذه الانتخابات بتعكس تكريس للاستحقاق الانتخابي. الانتخابات ما صارت ينظر لها على أنها تجربة ولكن كاستحقاق وطني موجود يصاحبه مسألة الواجب الوطني، أنه واجب على كل فرد أن يشارك فيها، وكانت المسألة دافع شخصي وعام من المواطنين كرغبة عامة منهم في أن يذهبوا إلى هذه الانتخابات.